اعتمدت ولايه امن اكادير استراتيجيه امنيه بهذه الدوره 13 ديال حفل التسامح، وقد رصدت المديريه العامه من الوطني مشكوره لهذا الحدث الكبير، ما يناهز 2400 رجل امن، يعني بتشكيلات ديال وحدات ديال التدخل، عناصر ديال القوات المساعده، الهيئه الحضريه، مرور، فرق متخصصه ديال المتفجرات ديال المكلبه، كذلك فرق ديال التدخل البري، زائد عناصر متخصصه ديال الشرطه القضائيه مسرح الجريمه. وتاتي هذه الدوره 13 بعدما هيئات ولايه امن اكادير المناخ الامني الجيد طيله شهر يونيو يوليو كذلك غشت، كما يعلم الجميع اولا عمليات امنيه كبرى اللي تراسها السيد رئيس الشرطه القضائيه المديريه العامه الوطني، مدير ديال الشرطه القضائيه المديريه الوطني، وتم تجفيف جميع منابع الجريمه، كذلك تم القاء القبض على واحد المجموعه ديال الاشخاص مجرمين في الضواحي ديال مدينه اكادير، ورصدت المديريه العامه الوطني مشكوره لهذا الحدث مجموعه من الفعاليات الامنيه مختلف التشكيلات مختلف التخصصات، ونالت ارتياح ديال الساكنه. كيجي هذا الحفل ديال التسامح في هذه الوضعيه وفي هذه الظرفيه الراهنه اللي اكادير كتعرف واحد الهدوء، كذلك واحد يعني مجال امني اللي هو متحكم فيه ولايه امن اكادير تحت الاشراف المباشر ديال السيد الولي الامن، نهج واحد الاستراتيجيه امنيه تعتمد على الاستباقيه والتواجد الامني الفعال والقوي، وكذلك الاستباق لما كل ما يمكن من شأنه ان يعكر الجو ديال هذا الحفل الذي هو متميز، وما اسمه الا يدل على اولا المدينه اللي تنعم بالامن والامان، وهو مهرجان التسامح، وكذلك رصدت اليه هذه المجهودات الامنيه اللي غتقوم بالاحتواء ديالو اللي غينطلق يعني في المساء ديال الثامنه وينتهي في منتصف الليل، وجميع القوات الامنيه والتشكيلات الامنيه تم التحسيس ديالها لاقصى درجه للقيام بالواجب ديالها احسن الظروف. الله يرحمه ويرزقك.